صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمرا ملكيا رقم 21 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب جاء فيه المادة الأولى. يفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب اعتبارا من يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 للهجرة الموافق 11 من مايو 2021.